Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dialogue, si on peut dire ou autre. De toute façon, ça concerne les Marocains automatiquement résidents à l'étranger. Euh, en plus, En plus des problèmes des Marocains qui sont bloqués automatiquement à l'étranger, euh, sachant bien que leur nombre, ça d'après les déclarations officielles, c'est presque 16 000, donc euh, 16 000, c'est un peu trop d'une part et J'attends de régler quelque chose ici pour... Euh, de toute façon. façon on va passer au dialecte marocain pour, parce que si on dit les marocains résidant à l'étranger ils sont partout au monde ça veut dire la ça veut dire toute la terre donc il y a différents langages et pour synchroniser notre dialogue c'est en arabe automatiquement دونك، أهلا بكم أينما كنتم، فإذا كانت هناك مثلا من اقتطعت من رواتبهم، وبالفعل هناك من رفض و وصوب، إذن يشكون بما در... بما درهم وما اثقل كاهلهم بالطبع فحديث اليوم لست انا اول واحد سيتطرق له اذا لا ابحث عن السبق الصحفي ولكن افتح النقاش لمن يريد مشاركتنا اول النقاش بعد فانا سأكون سأتابع الآن ما البت يمضي فإذا لم يكن الصوت يسمع أتمنى أن يشير أحد المتتبعين لذلك لنبدأ في حوارنا أو فهو مفتوح أمام الجميع لمن يريد أن يطرح أسئلة لمن يريد أن يشارك فأهلا به، فالموضوع يهم الجميع لأن من باب المساواة يعني خص يكون كل شيء إذن سأبدأ في سرد أفكاري لأطرح عدة تساؤلات من طبيعة الحال فإن تحدثنا فليس للقلاقل أو للبلبلة وإنما لتأسيس مستقبل آخر نظرة أخرى لنا كمواطنين عامة في كل العائلات تقريبا في المغرب هناك مغاربة العالم مهاجرون هناك من ذهب للسياحة هناك وهناك وهناك وإذا كانت الوطنية والمواطنة يلتقيان في نفس النقطة وهي المساواة في الواجبات والحقوق كذلك والمسؤوليات ليكتمل مفهوم الوطن في شموليته وتمثيلياته السؤال يطرح نفسه هل نحن متساوون في المحاسبه عن التقصير في الواجب نعم هو سؤال رنان وعميق هل اليه تتبع مشاكل المواطنين بالخارج معطله عند تمثيليتنا تمثيلياتنا لان هناك تمثيليات كثيره 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 ان احصيناها على الورق بالفعل أسئلة تصيبنا بالدوار نعم أسئلة تصيبنا بالدوار أمام هذا الصدى الأجوف نحن نناقش المسألة من باب مشكل أولا المغاربة العالقين بالخارج لأن هناك الأغلبية منهم في وضعية يعتا حسب ما تصل بعض الأخبار، بالفعل هناك من التجأ إلى عائلته، هناك من التجأ إلى جيبه، وهناك من التجأ إلى من طبيعة الحال إدارات الوطنية، التمثيليات، إذا قلنا التمثيليات يعني. ليس فقط نتكلم عن التمثيليات المؤسسات ديال الدوله ولكن حتى الجمعيات فهم كيعدو من التمثيليات نحن كذلك كمغاربه العالم الذين هم مغيبون مغيبون في المسائل السياسيه وفي كل شيء مغيبون وهذا واقع يعرف كل المغاربة ويفرض نفسه بنفسه في عدة أمور دائما كالمحاجر تمتصهم الغربة وآليات أخرى فهناك مشاكل عدة لمغاربة العالم لا تناقش كأنها المسكوت عنه هناك خادمات في دول المشرق يعانون مسكوت عليه يعني. أه وبالطبع هناك بعض المحظوظين تقوم الدنيا وتقعد باللايكات وبكل انواع الدعم في مشاكلهم الخاصه ولكن أه فعلا اسئله تؤرق اللبيب قبل من يشعر بأنه كديكور سواء كان أو لم يكن المواطن المغربي مجرد أن يخو يكون خارج التراب يواجه مصيره بيده وليس كبعض الجاليات وهذا شيء ملموس نعم فهناك جاليات أخذت امتيازات لأن تمثيلياتها تمثيلياتها استماتت لتاخذ هذه الامتيازات لانهم خدموا الاوطان المستضيفه وفعلا منذ القدم المغاربه خدموا بعض الاوطان ولكنهم يبقوا في الدرجه الثانيه من حيث بعض الجاليات لا اذكر اسماء الجاليات في عده امتيازات فهل الجمعيات المدعومة تقوم بواجب المواطنة وواجب المواطنة ليس دائما هو تفريق الهبات والإعانات ورشاش الريح بل الواجب هو ماذا قدمت هذه الجمعيات لكل مواطن على حد سواء لأن إذا المواطن لزيمرو ماروكا ريزيدون على الترانجي تفاليوريزا لا في بلاد البلاد اللي عايش فيها ولا في بلاده يعني رجعات عنده القيمه كمواطن نيت كمواطن يحمل جواز مغربي وكبراية وبالهيبة كما بعض الجاليات وما اللي مكفسينها اللي ما كيخدموش الجالية المغربية كونوا ميقنين 90% كيجيبوها بعرقهم البني ولا كل واحد يعني ما قلناش ل... الا قلنا البنيه ماشي تحقير لهذه المهنه لان مهنه شريفه ولكن الاغلبيه الاغلبيه ديال مغاربه العالم يعملون وكيعملوا في مسائل اللي معقوله وبالطبع هناك استثناءات المشاكل الشباب ولكن هناك مشاكل اخرى لجاليات اخرى على طيب المشاكل ديال الجاليه المغربيه اللي عندها واحد الطابع خاص ديال تدرويش بين العالم ماشي زعما مني انا في الجاليه لا كنلاحظ لان عاد جيت انا بوجادي هنا ولكن كنشوف الناس يعني الطيبوبه ولي بلو سيرفيبل يعني الخادومين هما الجاليه المغربيه بين كاع الجاليات آه و ماشي أنا مغربي حتى يقف عليه اي واحد يعني الاغلبيه كيقدموا يد المساعده وفعلا كيقدموا الان يد المساعده للعالقين بالخارج ولكن ماشي هذه المساعده كل شيء كتشمل كل شيء ما عرفتش انا النسبه واش 15% اللي مستفيدين ويعني حاسين براسهم في امان ولا الاغلبيه نص في الكاميونات نص ما يعني هذا سؤال لان ما كاينش شي بلاغ رسمي اللي كيعطينا اوضاع الجاليه اوضاع المغاربه القاطنين في الخارج لهذا التمثيليات باسم الجاليه بماذا تفيد؟ يعني هنا اتكلم اذا لم تكن هذه التي تمثل الجاليه تحت قبه البرلمان لا تتكلم عن الجاليه ولا حتى حتى النواب هذه مسؤوليتهم تخيل لو ان نائبا خرج ووقع وفعلا نترحم على على جميع الذين توفاهم الاجل هنا وللإشارة فهناك نائب برلماني قد مات. إذا لا أحد لا أحد مستنى ما دمت مواطن مغربي ما يسري على الآخر سيسري عليك. فلنفكر في الجالية، فلنفكر بمن يغادرون الوطن من أجل خدمة الوطن، فتوصد في أبوابهم الوطن حينما يكونون محتاجون. وفي وضعها شاشه، نعم كل الجاليات دخلوا الى بلدانهم معززين سواء بطائرات حربيه او المهم دخلوا، فاذا كانت عمليه مرحبة سوى في الصيف للجاليه فهي بلو كما يقولون. دائما ام للمواطن المغربي بكرامته بحقوقه وهنا كورونا المساواه لماذا لا تكون مساواه ونفكر في الاخر فنحن ك كما بمختلف من ربما حتى الذين يعارضوا الا استقني استقصي بعض الفئات هذيك شغلهم في كل المغاربه المغاربة عندهم في القلب ماشي ماشي في الرايه يشطحوا بها باش ياخذوا الريع وانما في القلب لان داك اللي كيشطح بالرايه كيبغي يبان باش ياخذ الاجر وهذوك خصهم يتعاقبوا لان الرايه مقدسه خاصها فوق المؤسسات ما يشطحش بها من ورق في السهرات ولا هذاك آه يوميه والوطن لا يميع عمو هذه من رموز الوطن الرايه ما تميع بديك الطريقه هذه ها واحد دايره قفطان ها واحد دايره لا اخويا الرايه ديالنا كاملين ما خصكش تبهدل بديك الطريقه اي نرفعوها في استعراضات نرفعوها حتى في ملاعب في شي حق ما باش نشطح فيها فوق من الساق لا هذاك يعني من باب الوطني هذاك واحد المنظر مقزز بعدا قبل كل شيء وكان ان هذاك عنده غايه يعني ولا غايه في ولا مزايده في حب الوطن هذه قبل كل شيء خص نديرها امام نصب عينينا لانني انا وانت 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 كنبغي الوطن علاش لما نحن لهذا الوطن رغم كل عانى بطريقته لولا اننا من بين نجباء الوطن من بين آه يعني ابرار الوطن الذين يحبون الوطن والذي يحب الوطن ليس الذي يصفق دائما سواء للخطا للصح لا حتى الذي يقرا اجراس انذار فانه يحب الوطن والا سيغمض عينيه ويرقص حتى هو بالعالم واليد بكل الحفرة لا يا أخي فنحن من باب المواطنة وباب الإنسانية بعدا نفكر فيك وتفكر فيا نعم فالجمعيات التي تقتات بالريع فهي تخبو كلما قل الزاد والهبات هذه مسألة معروفة في دوك الناس اللي يخدمون عدة أجندات ماذا قدموا لاخوانهم العالقين الان والاغلبيه ما يستقبلك في الكومونتيرات فأي واي دور لعبوا كواحد الورقه ديال الضغط لاعطاء واحد القيمه للمواطن خارج البلد يعني من غير الحلوات المناسبات اي حاجه عطاوها الناس كيف ما كانوا هاد الجمعيات هادو الا جينا نحسبوا الجمعيات اللي ديال الخارج راه تعداو حتى هما تفرخوا لاي غايه ها وفي بعض المناسبات اللي خص يبينوا القوه ديالهم كمواطنين مغاربه مكتلقاوهمش في ذات المناسبات تلقاو في مناسبات ديال باش يبان كيتصور باش يهز العالم كيشطح بالعالم واش بالعالم لا خويا العالم مقدّ مقدس نعم والمغرب كذلك مقدس ومواطن المغرب خصو يكون مقدس كذلك هذه واتمنى باش ما نكونش طولت بزاف لان ما اتصل كنتسنى يعني شكون اللي غادي يدخل بسؤال ولا بجواب فاذا قلت ما علي فكنخليو الاسئله لنترك الاسئله تراقص الاسئله بالطبع نتمنى غدا افضل للجميع والغد هو التضامن والتضامن كيكون لا من القرب ولا من البعد لان من القرب نقدر نقولوا نفاق بعد الخطرات من اللي بعدها يمكن كيكون صادق الف في الف لان لا غاية من من اظهار شي حاجة اللي ما في, في بنادم هو عارف ما غادي يأخذ عليها ما يتخلص لان تحية لكل الغيوري تحية لكل مواطن مغربي يفكر في الاخر وفي خدمة الاخر فالتقاعس ليس من الجهات العليا هذا معروف ولكن من التمثيليه اذا قلت تمثيليه فنوابنا الافاضل رؤساء الجماعات وهلم جرا فاتمنى ان اكون على الاقل قد اشرت لهذا فقناتي في البدايه واحاول ان اعطي ما هو افضل وما هو اجدى سواء كان هناك محاور ام لم يكن فخير الكلام ما قل ودل وتحيه لكل من يؤازر القناه من قريب او من بعيد فنحن نبادل الحب والاحترام نحترم الجميع نحترم الاختلاف نحترم كل أراء نحاول ربط جسود التواصل بين الفنانين، التعريف بالفنانين وليس الركوب على الفنانين، هذا من جهة، هذه قناة وأنا بالطبع تعرفونني كصديق في الأغلبيه أصدقائي هم الذين يشاهدون وليس فمن أراد أن يشاهد فليشاهد ليس هناك مشروع فنحن لا نحرض على شيء بل نقرع الجرس ليكون كل المغاربه سواسية في الحقوق، في الواجبات وحتى في المسؤوليات. وإذا قلنا المسؤوليات فهذه نقطة تسجل ضد الحكومة لتخليها أولاً ليس عن مغاربة العالم. بل عن المغاربة العالقين بالخارج ومنهم من يعاني الأمرين فأي قيمة للإنسان وحينما نقول الإنسان هنا تسقط كل الأطياف السياسية تسقط كل شيء ويبقى الإنسان المغربي مجرد بوطنيته بحبه للوطن كما نعشقه دائما فتحية لكم ما دام ان هناك ليس هناك متدخل لكي لا اطيل تحية واذا كان جديد في اخبار كورونا سابثها اما اذا لم تتغير السبوره فانتظر قليلا لارى ان تغيرت في بعض الدول التي تكون يكون التوقيت يعني متاخر شيئا ما و تحيه لكم اتمنى ان لا اكون ضيف ثقيل او محاور رديء فالرداء لا نحبها